امرأة بدأت الطواف بالشوط الأول وهي تلبس النقاب ناسية، ثم أعادت الشوط الأول بدون النقاب وكانت في السعي منقبة، هل عليها شيء في العمرة؟ الكلام على السعي والطواف، الكلام على الإحرام، المحرمة من الميقات إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا تلبس البرقع، تغطي وجهها بالغطاء بالشيلة أو بالثوب ولا تغطيه بالنقاب، ما خيط للوجه من البرقع أو النقاب، تغطيه بغير ذلك من أجل الإحرام أو من أجل الطواف والسعي فقط. نعم، ولكن إذا نسيت أو جهلت ولبست النقاب وهي محرمة فلا حرج عليها، إلا إذا تذكرت أو ذكرت إنها تنزعه ولا شيء عليها.